علاش تخلي زيت تخلي زيت كتخلي يخدم علينا؟ علاش ما اختارش خدمة أخرى؟ هو 18 سنة ديريكت معناتها مشى للجيش، علاش تخلي اختار الجيش؟ شوفي أختي، إمكانيات باش دا يقرا هذاك تو راه ما عندوش باش يواصل يقرا، وما عندوش. أنا إنسان ما عنديش، إنسان فقير، خدم حزين، إنسان بطال شومير وبطال مريض، ما نجمش نخدم. وصل معناها خذا الباك هو مشى دخل الجيش على اساس انه باش يعيشني انا ويخرجني من الفقر ويخرجني من الميزيريا اللي انا عايش فيها، والحمد لله مشى يدافع على ضرب تونس. قداش عنده من خو واخت؟ عنده بيه هو الراب خو ذكور، وعنده ثلاث اخوات انا يوم اخواته وبنات ولاد. قداش الكل؟ بنات ولاد سبعة بارك الله بيه هو سبع ونا يوم الأساس هو أنه باش نعيش ونتفرج ونرتاح، يعني نرتاح وينحى علينا شوية ميزيريا وفقر، والحمد لله. ومات شهيد يدافع على تراب تونس. يعني ما يلو بودي راي على الأقل واحد من السلطة واحد نشوفوه. هو أصله شوفير، يبقى انا نحكي هي منطقة معروفة فيها الغير، وسابقة الحادثة سابقة عديد المرات. علاش ما يعطوش مدرعة يخرج بها مضاد للغير؟ يبقى قلت لك تو هو رقيب يخدم في بنزرت، يخلوا الإطارات اللي هي مختصة في تفكيك الغام وهالمدرعات وكذا ومدري شنو، وبعثيه الرقيب خادم. قداش خادم؟ خادم 4 سنين. هاك جماعة الاختصاص وين مرقد؟ وين هما؟ وين من العباد المختصة في تفكيك الألغام، والعباد المختصة في الإرهاب، والعباد اللي تخلص بمليارات فهمتي، والشعب اللي هنا ماكلوا السوس والتراب، ويجي تو يقول لي أني بعثت رقيب للجبل. وين يدري عليه مسكين الجبل؟ إيش عمره؟ قداش عمره؟ راح أنت اللي تعرف عندك خريطة تونس، وعندك الطرقات منين باش تجيب ومنين باش تتعدى ومنين باش. بعث لي رقيب مسكين مازال ما يدريش حتى على شيء، كمل التدريب مشى بنزرت من لوتوروت لوتوروت جاي بعثوا للجبل، وين يدري عليها وكيسار. نحن سيدي ذا ما اتصلش بينا حتى مسؤول باش يعلمنا على طفل ولد خويا اللي هو توفى ولا ما توفاش. ما اتصلش بينا حتى مسؤول، يعني اتصلت بينا المواطنين، اتصل بينا مواطن قال راهو الموضوع هكا وهكا وهكا، هزينا رواحنا ومشينا نلقوا جثه ملوحه. مش جثه، كان جثه ما تنطبقش عليها، على خاطر هو راهو الحم بالكيلو ورطل، كلمة جثة ما تنطبقش خلاص. هذا إنسان بكيلو ورطل جبناه احنا في الساشيات، تعرف شنو معناه الساشيات؟ ووصل الميليتير بما فيهم العقيد، جانا ثم وقال راه ما تهزوش الطفل هذا إلا كان غدوة. يعني السيد هذا وما هوش محطوط في بيت متعفيل، جانا دخلت ومحطوط على طاولة، وحتى رجلو لحقوا هنا من بعد، احنا خرجنا ونسيناه وزادوا لحقوا هنا، معناها كل طرف الله ورسوله اعلم، كل طرف ملوح وحده، رجلو لحقوا هنا تحوك. من بعد لحقوا لهنا لحقوا هنا هكاكا، معناها لحقوا بور لافورم. نحن طفل سيء كملنا هزيناه وباش ندفنوه، خلطوا علينا في الجبانه هنا. جا والصباح علاش ما جيناش احنا؟ واحد من السلطه يواسي امه ويواسي باباه. السيد هذا ضحى بالدم نتاعو، وهما ما نجموش يضحوا ب5 لتر مزوط يواسوا بها امه وباباه، يرفعوا من المعنويات. اولا عار على الجيش، عار على وزاره، عار على وزاره، وزاره الدفاع، عار شيء يعمل الفضح. معناتها انتم هزيتوا الجث معناتها البقاء؟ اي نعم، نحن هزينا كلمه جثه ذي ما تعوديهاش، مش جثه. وانتم عملتوا دفينه معناتها؟ احنا اللي عملنا دفينه وحدنا، واحنا اللي عملنا كل شيء وحدنا، وهما ما ساعدوناش حتى في شيء، ما عاوناناش حتى في شيء، وبل بالعكس، وبل حتى التجاوب نتاع انسان داك اللي يجيك لاخر يواسيك مستحيل، ما لقيناهش، ما لقيناهش حتى من اي طرف. لقينا في الرقباء زملائه اللي خادمين معاه يبكوا عليه على خاطر يعرفوه في تنبك ربيع الشباب نتاعو، عمره 23 عام 25 عمره 23 عام يكذب اللي يقول 25 وموجوده بطاقته وموجود المضمون نتاعو، عمره 23 عام يبقى يكذب اللي يقول 25 عام. وهذيك الناس تلفق دعايات، عمره 23 عام وهو الوحيد اللي يخدم على العائله. هذه امه مريضه تمشي بالدواء، هذا بايو مريض يمشي بالدواء، هذه امه تخدم عند واحد هنا فلاح يقول ليه كمون،
هو الوحيد اللي يخدم عليه العائلة دي كل. يبقى نحن ما نش نتحذوا في الشيء ذا، نحن نتحذوا فيه هو، على الأقل يعملوا له جنازة تقوم مع مقامه، مقام إنسان شهيد. نحن ذي كلمة شهيد ما حسيناهاش وما حسش هيها، ما حسش هنا حتى واحد. صندوق معطوشونا، صندوق مشينا نحن جبنا صندوق من جبانة قولوا لها أولاد عزيزة عند الجامعة، جبنا منه صندوق مكسر هزينا فيه اللحم. مثلا على اللي قتل ولدي، ولدي مقتول تحني، هني يقولوا فرسما عربي عربي، ولدي مقتول تحني، ولدي على خاطر وقت ما هو مشى اللي خرج له، خرج له من الدوار، خرج وحط قدامه اللغم والقنبلة من الدوار، فهمتي؟ دوار تحت شعمي. هذا نحب نسأل عليه قاتل ولدي، بس نحب نسأل على قاتل ولدي ولا نصيب سبيل نقتله ونقدر عليه كيف ما قتل ولدي نقتله، بس هذه رسالتنا لتوصل. بالنسبة لي أنا، لا ثم مجلس تأسيس ولا ثم رئيس دولة ولا ثم رئيس حكومة، هذا كله ما ثمش. ثم الجيش اللي شفتوه نصف عشرة من الناس صباح الخير، أما رئيس دولة ما ثمش، رئيس حكومة ما ثمش، رئيس ما رئيس مجلس تأسيسي ما ثمش. شنية الرسالة تحب توصلها لهم؟ هذوما اللي ما وصلوش وما كلموكش. لا بالنسبة لي أنا رسالة نحب نوصلها بودي، راهو أمس معناها شفنا واحد من المسؤولين صباح الخير. ولدي راه شفنا واحد من المسؤولين على الاقل جا وسانا عزانا في ولدنا، ولد ولدهم هو مش ولدنا احنا، تبقينا هما رم يا ريت جو وسونا معناها عزونا في ولدنا. صبر اخير انا ما نوصل من حد شيء. بدنا رساله لرشيد عمار يعمل لفته لهالجندي ذا بصفة خاصة، احنا يعمل لفتة للميليتير ككل، والجندي او الرقيب هذا بصفة خاصة، نظرا من الظرف وظرف عيد. اثنين، احنا تمنينا من سيد رشيد عمار وصلاته المعلومة، اتمنينا انه كان بالامكان انه يبعث معانا. ما طلبناش حتى شيء، احنا طلبنا حظيرة، قلنا له معطونا حظيرة توصل الشهيدة ذايا وتدفن. احنا راهو ما عندناش الحق ندفنوه، راهو من المستحسن انكم تدفنوه انتم. اولا رفع معنويات للميليتير الفضايح، كي ظل القنوات تتفرج نتاع التلفز واحنا تمنينا احنا جيه جزيره تعدينا امس، تمنينا الجزيره والعربيه ودوله وقنوات اجنبيه تعدي، كيفاش المواطنين داخلين هزين الطفل هذا، كيفاش هزينه في شخصيات مش حتى في صندوق، معناها شيء يعمل العار، شيء يعمل العار. السلطة الفوق راهي ما توصلش أصواتي، راكي أنتي صحفية، راكي أنتي اللي توصلي صوتي. ناراني كده نمشي لوزير ولا رئيس دولة راهو ما يقبلنيش، راهو ما يدخلنيش، أنتي تدخليني كما هكا للسلطة كما هكا كتوريها وتوري الحالة ذي توصلي لي صوتي. وبدي 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 بكل لطف من سيادتكم ما تقصوش منه حتى حرف، توصلوه كيما هو ومتحمل فيه مسؤوليتي. امانه ما تحمل فيه مسؤوليتي. امانه ما توصل كان ما تخافش. وبودي امكن تستدعوها العائله ذي، بودي اذا ثم امكانيه تستدعوها في تلس، وتستدعو معنا اطارات من الميليتير، تستدعو اطارات من الميليتير خاطر راهم بعد دا يزوروها الحقيقه، دا يزوروها ويكذب.